إذا اليوم رح نكمل على AC و AC converters. المحاضرة الماضية اطلعنا على AC to AC single phase converter. كان عندي هون طلعنا وش على system load، طلعنا على inductive load. وبتتذكر المرة الماضية لما طلعنا على inductive load ركزنا على الزاوية تبعته phi تبعت اللود، phi تبعت اللود بتساوي arc tan omega n على r. وعندي هون تو، ايش نسمي هذول الاثنين الاس سي ارز او الثيرسترز؟ اكثر مره حكينا انتي باراليل او باك تو باك، انتي باراليل بير اوف انتي باراليل، او مرات نسميهم باك تو باك، باك تو باك اس سي ارز او عندي واحد منهم راح ياخذ ال 180 درجة البوزيتيف راح يتحكم فيها، وهون عندي راح ياخذ ال 180 درجة النيجاتيف راح يتحكم فيها، وراح يكون في عندي بلسز من هون. تذكر حكينا عن البلسز عندي راح يكونوا لازم يكونوا سينكرونايز مع السبلاي. إذا السبلاي هيك هون راح يكون هذا احنا سميناه واحد وهذا سميناه اثنين. البلس اللي بتروح على واحد بتكون ريلاتيف للزيرو كروسنج، بالنسبة للزيرو كروسنج تبع السبلاي بالديجريز. فمثلا لو كانت 60 فرضا مثلا راح يكون عندي هون بلس من هاي النقطة، والبلس لها ويدث وراح تعمل فارق لرقم واحد، وراح يكون عندي كمان لرقم اثنين بلس، وراح تكون كمان اذا هاي الزاوية كانت الفا راح تكون كمان هذه الزاوية من هون الفا، راح تكون بالنسبة للزيرو كروسنج هذا من هون بنفس الطريقة. هون راح يكون في عندي فلس، والفلس هاي راح احطها على الجيت والكثر ما بين الجيت والكثر رقم اثنين. الفولتج هذا اللي راح ينتج عندي طبعا اذا كان ريزيستيف راح يكون شكله زي شكل الويف فورم. في له ار ام اس، الار ام اس راح يكون يعتمد يعني الار ام اس في ار ام اس تبع اللود هو فانكشن اوف الفا، وطبعا فانكشن اوف في ماكس تبعت السطلان. فهذا الفولتج راح يطلع معي تبع الاوتبوت راح يعتمد على اثنين. وفي حاله لما يكون اللود هو اندكتيف راح يكون في عندي جزء راح يعمل اندكشن كوندكشن بعد الهايف، راح يكون الار ام اس معقد اكثر شوي من حاله الريزستيف. لما ننتقل هون لحاله الثري فيز راح اعيد اكرر نفس هذا الباك تو باك انتي بارلل باك تو باك اس سي ار، راح نكررهم ثلاث مرات. انا هون حاطط ريزستيف لود عشان ابسط الامور اذا طلعنا على الويف فورمز، لكن هي في الواقع في معظم اللودز راح تكون اندكتيف لودز. هون عندي ستار كونكتد ريزستيف لود راح اعتبره بالانس، وعندي هلا هون راح يصير في عندي بلسز لار وار بار، يعني لو سمينا هذا هون ار هذا سميناه ار بار او ار داش، وهذا راح اسميه اس، وهذا راح اسميه اس داش، وهذا راح اسميه تي، وهذا راح اسميه تي داش. نفس الشيء بامكان نجيب سينكرونايز 6 بلس جنريتر، والسينكرونايز 6 بلس جنريتر راح يعمل فايرنج لار تي بار. اذا بتتذكروا كان عندي هون ار تي بار اس ار بار تي اس داش هذا هو الفارق سيكونس اللي راح يصير لهذول. هذا راح يجي عندي من 6 بلس جنريتور. هلا كمان شوي راح نشوف السم باور سيستمز فايل تبع هذا وكيف بيشتغل. زي ما حكيت الويف فورمز انا ما راح اطلب منكم ترسموا الويف فورم اللي بتتكون على اللود من هون لانه بصير معقد كثير، ما في داعي نشوف هذا على السم باور سيستمز ونشوف شكل الويف فورمز اللي بتتكون. هذا ايش تطبيقه؟ اهم تطبيق له في الصناعه. وين بستعمل الاي سي تو اي سي كونفرتر؟ بس كما حكيت عنه المرة الماضية. ايش اهم تطبيق له؟ انا بستخدمه سوفت ستارتر. سوفت ستارتر للاندكشن، فور اكزامبل اندكشن. انا استعمله كسوفت ستارتر، اعمل ستارتنج اب للمحرك ازيد سرعته، اخفف من الستارتنج كارنت اللي بيسحب عندي اللود، لانه غير مناسب اني اضل اشغل المحرك باستمرار عليه بسبب الهارمونكس ومشاكل اخرى موجوده في هذا السيستم. اذا هذا AC to AC converter، دخلنا AC
قلنا مع الاي سي مباشره بخطوه واحده بدون ما احول من اي سي لدي سي ودي سي لاي سي زي ما بنعمل في الفولتج فيريبل فريكونسي درايف مع الريكتيفاير والفلتر. هون الاي سي عماله بتحول مباشره من اي سي لاي سي. في نوع ثاني ما راح ندخل فيه في هذا الكورس او نوعين ثانيات اسمهم السايكل كونفرتر، مبدأ مختلف بس هو اي سي تو اي سي كمان بغير الفريكونسي، والماتريكس كونفرتر. احنا بس راح نحكي الكورس هذا راح نحكي بس عن الاي سي تو اي سي فيز، مرات بنسميه هذا فيز كنترولر فيز فولتج كنترولر.